السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذا محمد لام يحييكم على الهواء مباشرة من قناة الوطنية، وأقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج تغطيات خاصة. ضيفين من العيار الثقيل، طبعا خبرة ومشاركة في الحياة السياسية الموريتانية. السياسي المعروف طبعا، نبدأ من اليمين، النائب السابق سيدي ولد الداهي، ناطق الرسمي باسم البرلمانيين المتقاعدين ونائب رئيس هيئة البرلمانيين المتقاعدين. أهلا وسهلا بكم. طبعا السياسي الغني عن التعريف والمعروف عبد الله السالم من الأحمد دواء. أهلا وسهلا بكم، شكرا على قبول الدعوة والحضور. طبعا الحوار اليوم هو الشغل الشاغل للجميع في موريتانيا، للمشاركين وللمقاطعين. أنتم الصورة كيف ترونها؟ بالنسبة لنا موريتانيا قل من اللي يعود فيه مقاطع ومقاوم. بالنسبة لنا عن حجم ما هو سامح بالانفصال والصراع اللي لا طائل من ورائه، اللي ما فيه احتمال يوصل نتيجة. مدى ما انفعت شاب ما قد تعد سنتافق وما يتعد سنتافق. ولابد من 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 تضحية من أجل التفاق. لدي التفاق مسيبته الضرر. والعالم عدل السيستيم اللي هو قضية انتخابات وذا الشيء كانت تتفق مدى على السيسوسنا. ولا شرط فيه العز ومن تمليه الضرر. ومنين يعود ما مجبور طريقة تهدو عليها مد تعود معنا أنها حيوان بشر، لا بد أن يوصل إلى حد يفكر حد طريقة يجد يتفق بها. السويسينية يعملها منهارات تبادل عليه والله يتوافق على شيء، لا بد من الوفاق. وحقيقة السنة العقلاء والسنة على العباد، ويا الله يتقى والله تعالى من الشعب اللي ضعيف وبلا تجربة سياسية وحالته وظروفه وتاريخه والحضارة فيه متوسط والزمن متبعرس كامل مهزوز كامل. وذي رأوا فيه ما يغير في العالم كامل، الأمة العربية ذابت تناطح كيش تركي وتسمع الناس بالديمقراطية. ديمقراطية اللي منهم مطروح ان احنا مفروض علينا، ما هو ديمقراطية معناها اختيار الرجال وضع الناس ما مخليها الاختيار. ولا يجد حد يفهم الديمقراطية اللي يجيب حد لحد يصبر الشعب تنظم ومتافق ويجيب يشرط عليه هو الطريق اللي يتافق بها والله منه الله يقود يدير عليه طيب. وضع والله اللي عن اتفاق الله هو دي قدي يخلق وضع. طيب أستاذ الله سلم، ما سمي بالحوار الشامل انطلق من خلال متابعتك وتجربتك، هل تعتقد أنها بداية صحيحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أعتقد أنها مسألة أساسية، لأن الحوار هو الفرصة الوحيدة للتفاهم، هو الفرصة الوحيدة لحل المشاكل الموجودة، هو الفرصة الوحيدة اللي لا يتغير تقوم مرحلة النمو المستقبل، مرحلة هو اللي يرسخ الديمقراطية. ولذلك هو اللي يجعل فخامة رئيس الجمهورية دائما يدعو له يراعي فيه من نواحي. ودعا له عدة مرات وفتعدل عدة حوارات أربعة، ودعا له الحوار وياسر من دعا له فات أربع مرات والله خمسة. واليوم الحمد لله أكثرية الشعب الموريتاني تجاوب مع هذه الدعوة وعدل الحوار. ظهر لي أنه حوار ناجح، ظهر لي أنه شاركت فيه أغلبية ساحقة من الأغلبية والمعارضة، ظهر لي أنه دور أعطي نتائج كبيرة وأساسية المرجوة منه. طيب أعود لك أستاذ سيدي، طبعا هناك
مجموعة كبيرة من المعارضة أو المعارضة التقليدية كاملة بمنتداها وبتكتلها تقاطع هذا الحوار. هل يمكن أن يعني نتوصل إلى مخرجات تقنع من كان مقاطع مثلا بالمشاركة في المستقبل؟ ما خل حد يفكر ولا حد درس الموضوع السياسي اللي هو حزب ولا زعيم ولا يتكلم فيه، ما هو فاهم عن حوار، ما قد صح شيء. هو ما يقدر يعدل دولة واحد، وإحنا ما نكون عدل واحد ولا نقدر عدل واحد، وهذا الشيء يا الله هم مدة التافق فيه، وهذا يا الله تلمن وفات ارتاز تصنع إحنا مساعة استغل موريتانيا وهو مفصل يضار، وإذا لحقوا شر ما عنده حل اسمه شو ما هو تفاء يلا نتحاول. هو ناس خايفين من الحوار، هو يطرحوا مطارحين شجاع اسمه شو هو يتفق عليها، هو لا بد من أحد يقول ذي الهامه. أنا قريب من أعرف هذا شخصيا الذي يطرح الهامه شو هو خاطئ من الزرق، خاطئ من الزرق مدير يتعدى الانتخاب، والله كل رجال سعوديين أعطاه وكل حزب ديومي وكانوا قاعد لحزابنا ذو قد وزراء الدولة وقسمت عليهم قام هذا حد عدى شيء يصح، هم أكثر من الغرب وخارجين هم أدت خارجين اللي قد يخرج من شيء لا تفا حد هامه شما هو مقطع الزمن وشي لا فائدة فيه ولا يروح مع الفاشل لحمه بطل العالم مدرب العالم ماشي وبقينا منه بقينا في الصراع عليه خسارة إلى بقى ظهر يعني واضح. طب أستاذ عبد الله السلام، بدأ الحديث اليوم في الحوار عن تغيير المواد المتعلقة بسن الترشح وكذلك المأموريات، عدد المأموريات على أساس أنها مادتين مرتبطات بعض محصنات باقيات والله ملي يتم فتحهم وتغييرهم. هل تعتقد ما الذي تستفيد موريتانيا من هذا تغيير المأمورية أو تغيير سن الترشح؟ بالحقيقة أنا اليوم ماني والهم ولا في البادية، يا غير تغيير المواد أنا نعرف حقيقة نعرف إنهم مواد مرتبطة بينات، نعرف إن إذا محصن لبعض منها معناها أنا محصنة كامل، وبالتالي تغيير مادة في جانب سن الترشح كيف تغيير مادة للترشح للمرحلة هذه، وهذا أساسي ويلا الناس تعرفه، ولا في مبرر قديش عليك تقدر تخلق ما تقدر تخلق، كون هذه عندها عدة مبررات. المبرر الأول عنها بعد قاع إن نحن لا نغيروا مادتين متفق عليهم الناس كان، والمادة الثالثة متفق بهم إذا غيروك تقدر لا تغير الأخرى، مسألة الأخرى عن تغيير هذه المادة إلى عاد اللي قاع محصنة طالب الشعب الموريتاني كامل، الشعب الموريتاني كامل شيء 80% و90% من مرتبط بالعبد العزيز هذا له مفصل معاه تو، والقوانين اللي عدلهم لا الشعب وعدوا لا لمصلحة الشعب، والشعب شايف مصلحته وماشي بيه تو حد فاقعته والله شينا عنده لا يزاد هو توقريش لين يرجع وده رئيس ورده يكانوا عدل زاد هو شيء تقدر الناس واضح. لكن دعني فقط أناقش معك هذه النقطة، مثلا الشعب الموريتاني يعلق آمال كبيرة على الحوار الشامل، يختزل الحوار في أن يترشح زيد أو أن يبقى عمر في السلطة، كأننا هذا ما هو الدار المجبور الحوار مجبور عنه ينهض بإلى أمه ويهيئ لها مستقبل زاهر اجتماعي اقتصادي سياسي. هذا لا نقاط قليلة من النقاط اللي تناقش أربعة هذا البرشات الأربعة، هذا الجانب السياسي فيه النقاط اللي هم وناقشوا أنتم وسولتوا عنهم حالا، يا غير ما معنى أنهم قد الحوار ولا معنى أنهم هم مرتبط الحوار اللي بيهم، هم لا جزئية من ياسر من النقاط الأخرى
اللي بالحقيقه مهيئه وهي دول الاعمال وتناقش والدور توخم بالحقيقه، لكن اللي موجود فات تقدم التقدم اللي فات عند الشعب الموريتاني مؤمل عن الحوار عنه لاهي، لكن اللي كامل كان مشو انه يصلح وضح. وضح. طب دعني استاذ سيدي، كان اليوم دخلنا في جدال البيضه او الدجاجه ايهم الاولى، نغير السنه القانونيه نفتح الماموريه. البعض مثلا يقول ان هناك لعبه تدار من اجل هدف مثلا فتح الماموريه لرئيس الجمهوريه الحالي، يعني بدات الاصوات عاليه تتحدث عنها، والرئيس نفسه قال عنه ما هو مترشح الماموريه. ترشح مسعود تمديد السن، هل تعتقد ان هذا وصل النتيجة ما تخلص تشرط فلان ولا تعود عاسته من فلان، هو مواطن موريتاني بالغ سامح القانون بيترشح مثلا ما محكوم عليه جريمة ولا عنده يترشح صور منه، ولا خارج حد ما خارج شيء حكر يغير الشعب إلى عدراق بفرقاش يسوى ما هو باقيين وحدين زعماء كبار والله شيء ما هم راضين عنهم، هذا ما يكردوا أن يترشح الشعب لا طلبوا يسناته. في الحقيقة بالنسبة لي أنا ماني قايل عنه قاع هو مترشح ما مورية ثانية ما قد سمعتها عنده ولاني فاهم ماني ولا فيها بقاع هو مسرحة يقال بعد لو فرصة عليه فرصة عليه الشعب وواحد من ولاد الشعب ولا محرم عليه يترشح يعني محرم عليه يغير بعد ما يرى عود واد فيه ولا ود فيه هم اللي بضربهم الاذني لا حد لا ترشح حد يشبه منه الساحه مفتوحه وخارج روايه يقولوها الناس الظلم والزرق وهذا انا شيء باني وخلاقهم ما قط جبر الرجاج مكروه يعني زرق كارت ولقط جبار الرجاج ما بي حد يسجل عنه يزرق ولقط جبار الرجاج يبتط الى زرق الفلان والله فلان ناس احرار الشعب طالع كي مع قله حضارته شعب احرار والى زرق عاز غاري فرجاج معدل منهم وزرق لهم ما تعود عبره. طب يعني فقط انتقل استاذ الرسل، استاذ الرسل نتفرج على السنغال صوره جميله يتم تداول السلطة فيها بطريقة سلسة وبطريقة تعتبر تطبيق للديمقراطية الحقيقية، وسنغال تنمو بوتيرة معقولة إذا ما قلنا بمحيطها الإفريقي، مع أن رأس مالها متواضع من ناحية الموارد وهذا. هذه الصورة ألا تعتقد أن من مصلحة موريتانيا أن تعيشها نفسها، أنها تستحق تداول سلمي على السلطة بغض النظر عن الشعب الموريتاني يتمسك بفلان ويتمسك بعلان، ونحن نعرف أن الشعب الموريتاني يقول هذا الكلام من 60 سنة. فعلاً الحقيقة اللي هو قاعد يوقع بعد بالنسبة لي الساعة اللي خلق الساعة اللي بدأت الديمقراطية عليلة عن الموريتاني من 90 عليلة خلق قدر متفايدة بالسلطة وعن مولي عن الديمقراطية خاصة الصورة واحدة الصورة واحدة البعض يقول عنها كانت ما هي كثير من انت ذيك الايام انت ايام السيدي ولي الشيخ عبد الغني انت كنت في الرافدين يعني كنت من الناس المؤثرة في قرار الرافدين، هل كنتم تنظرون الى ما حصل على انه تداول سلمي على السلطة؟ على ان ما حصل من اصول السيدي ولي الشيخ عبد الغني انه تداول سلمي على السلطة؟ سيدي الشيخ عبد الله انتخب انتخاب يبدو انه انتخاب شبه هو قريب هو اللي نزاهه منه يا غير مولي رجع تمشيت مولي عن السلطه لا باسباب اخرى عادي عاد الشعب مولي لا بد له منه مشي عن السلطه والمشي عن السلطه اللي هذيك الساعه لا البرلمانيين لا النواب والشيوخ وبعض من الناس وخالد ياسر من الناس اصدقائه هذيك الساعه وكانوا اصدقاء اللي رجعوا عادوا عارفين انه هذا الله يمشي عن السبت او تو وهذا الاختيار خيار الشعب، الشعب هو اللي عدل الديمقراطيه هو اللي يختار هو اللي يعزل وبالتالي يعزلوا بالطريقه الزل يعزلوا مولي بطرق اخرى لو سمعت
عن طرق برلمانية، وهو يعزل إكساء عن طرق برلمانية. بضل. طيب في اليوم، خلينا في اليوم مثلا ما يجري اليوم، أليس مثلا من المفيد لموريتانيا وللقائمين في السلطة أن يتم تداول سلمي على السلطة والرئيس تحت مأمورياته، وكما قال هو وكما ذكر الوسائل الإعلام يغادر؟ التداول ليس غرض بحد ذاته، الغرض بحد ذاته الشعب الموريتاني، لكن الله يعطي حرية للشعب الموريتاني، ولكن الله يغني الفقير الشعب الموريتاني، ولكن الله يداوي مريض الشعب الموريتاني، ولا يجبرها فلا قايش 21 سنة والله لا سنة، معنى أنه اختيار الشعب الموريتاني، ويا الله يغير بعد يغير منين شو يعني، كان اللي شاف شيء ما هو مصلحته ما هو لا يقبل، خاصة الشعب اليوم عاد واعي، الشعب ما تدخل شو الحرية غير تخالف، تغيرت عندك تلفزيون هون اللي يبغى حد يقول فيها لا يبغى يقول سيد عبد العزيز انه قادر قادر ولا يبغى، لكن اللي يبغى كامل يقول الحريه مطلقه موجوده حالا، يا غير الناس كاملها لو وجدتنا هذه الى اللي تلقاش قاعد يعدلها ما تحب وترضى ما هي لا تصلي معها، ما هي لا تصلي معها، كانت تزرق مستقبل بروايه ما تعرف شيء. واضح. طيب استاذ سيدي، ألا تعتقد مثلا أن بقاء عبد العزيز مثلا حسب ما يطلب البعض في الحوار اليوم لمأمورية ثالثة قد يضر بالحياة الديمقراطية الموريتانية؟ الديمقراطية الموريتانية لن تعود مدورة الموريتانية، بس الموريتانية تعرف هذا الموريتانية و ما عندهم بوشة ولا باتشين حد مدي، ما معارين بدول راعي همومهم ولا مصالح، سينيجال قلت ما هو قياس هو موريتان، سينيجال دولة لها شيء 100 سنة وشي تدربها فرنسا على الطريقة الكاردة، موريتاني استقل الأيامات أوكي السنغال دار كم يمشي مشي، لكن انت كوميساريا جاء عنا كزي حال والله لرجال سوى منهم من السنغال يقوم دار وعد هون غادوا يطلبوه عنه شيء لا ويخالين دار لا عن هو قياسة الأبداني فاسدة، الشعوب ما تتشابه بالطريقة اللي عندها مشي عود هي كده عنده خطة ما بقى سيرته ومعاشه ومصلحته، احنا اللي شفنا اللي جربنا انا بعد اللي جربت عند الفتنة رينا من الزمن اللي قاعد اللي كانوا ينقوا بزعماء سياسيين اللي ما شرط عليهم يعدلوا، ما قلت ذا اللي عدل ذا الرئيس اركنوي ثاني، ما قلت قاعد نكفر النبي حد يسوي كذا من ذا الفات، قاعد ما نلاحقينه هو جاب والله تعالى بالطريقة اللي هي هون وجاب المدة قرصوا للشعب ما يالله حد يحضر ويقعد لبو ما علم ما خارج حد منتخب تديوم ما خارج حد يقرأ منك الموريتاني ولا أنا ولا هذا احنا ما فينا حد مقمه بوض رأيه كمليك والله كإرواه خارج الرأي العام من أين يخلق يتجه اتجاه لكن الله يغلب فيه محق سعيين منهم يغير ما خارج حد محروم من ذلك ولا خارج حد منزل يسمع ويا الله مشوا مشي واحد نتبارك وعدنا الله ينزلكم ولا يشرط لنا حد عنا نزلكم الليل فلان والله فلان الشرط ما قد نطرح لحد مواطن موريتاني بالغ يترشح عنده حق وترشحون الناس ولا يجبروا قاع واحد بعض وترشحون الناس وجبروا اثنين ورشحون وجبروا ثلاثة واربعة ولا عادشين ولا حرام ولا ازاد شيء منين يعود اللي قادين يباس يكردوا طريق قطة كرد فيها احتمال تعود تنجح يا بنسموا لهون التافو وهذا الحوار اللي هو شوية اللي ينجبع واحد ما يدخل حوار سياحته مشي قاعد حاور واحد والله يعدل دولة واحدة احنا كاملين اقل من دولة
ومنين يعود كل خيمة منه والله هنتين والله زعامة لا يتعود دولة يعود فوضى وسوف وتقدر تروح مولي الشيرخة منها وضع. طب أستاذ عبد الله السلام، هناك مثلا من يقول أن المطالبين اليوم بفتح مأمورية ثالثة واستمرار رئيس الجمهورية إلى ما شاء الله له هم صناع الدكتاتوريات. صناعة الدكتاتور تبدأ بهذا، تمجيد الشخص وإعطاءه هالة حتى يحس هو أنه أصبح يختلف عنه. يعني ألا من ينادي بهذا الاستمرار هذا لا يخاف مثلا أن التاريخ قد يذكر هذا الأمر ب قاع ما مستمرار يبقى تخلي قارك ما هو استمرار هذا ما مدى والله ما مدى بعد ما مدى وهذا ما هو استمرار حتى فتح المأمورية كما قيل في الحوار فتح ما مأمورية راه ولك بعد مستنها للمطالب به ما هو لا الأغلبية بحد رجالك معارضة يا سلمي يتسرب وعاد مطالب به لعت اللي حق انك عالم به حق انك عالم بالاحزاب المعارضة اللي ما بين شو يا سلمي قومهم اللي ظاهر من اي الاحزاب المعارضة تريد؟ الرفدة الرفدة تريد مأمورية ثالثة فتح المأمورية جماعته اللي جات هون واللي راه هي ركات هي في قصر المؤتمر ياسر من دبتات كانوا وصلنا معها غير ولاهم من زمان هذا غير ولاهم غير ولاهم ما زالوا معاهم هم يوك ما عادوا دخلوا في هذا ما عادوا دخلوا معاهم وحدين مشاو من التواصل كليب من دبيت وفي وحدين اخرين يوم اليوم اللي غالبي ناس ما تكتهنه بريدة واحدة جدا ناس تتحول نحن الموريتاني وليت محل علينا دار علينا راح نجيس دار رميت واللي ترى جبرنا من الديار معلومة لا يدار ذي والمعارضة ذي وكانت اللي أصلا نازيها مع شعبها تعود اليوم دخلت الحوار وجبرت قدر من اللي الدور يا غير مولي جبرت الموريتانيا اللي كانت الدور كان ولادي بقت هي يبدأ يوصل من الناس أخرى مرامي ياس البلاد اللي فيه مصلحة موريتانيا لا يترجع موريتانيا كانت تجيس وراه ولك منين يخلي الحوار منين زعام واحد تتجمع المحارضة قليل اللي تيار موجود من هنا بيه اللي تلوّد المصلحة احنا نلوّد المصلحة السامة الموريتانية فلا هو تتعرف اليوم خالق ياسر من المعارضة اليوم هو خالق يوجان ما جايبوا حد لا هو مكل لا هو فرس لا فرس ما يخالق يجوا على مصلحة السامة الموريتانية اللي هي وجهة ومصلحة السامة الموريتانية للحوار وجهة جاء ياسر من المعارضة وذلك على كل حال هو الحقيقة أحزاب المعارضة الديمقراطية أحزاب مؤثرة في الساحة وأثبتت الوقائع أنها تتمتع بشعبية كبيرة ولها سجل نضالي كبير ألا يشكل غيابها مثلا عائق أمام هذا الحوار ونتائجه حتى ونضال هاي قطع عدد وما نعلم بهم مرتان بعدها ثانيا ما دخلك شيء فاتي مر علينا ما شرت عليه أنا بالنسبة لي إذا الرئيس ما قط وشاب قاع ماموري واحد يقول لا ينجح بالنسبة للشعب وبالنسبة لي ينجح ما قط وخدي عدد يعطي أرجع لي من نفس الزائر والصناديين حزبي ومن العياط يرجع والبعثات صور الدول الخارجية إلى فرسان حق قلت فرسان يقدر يشبه العالم كانوا فرسان يغير من لا يدير العالم اختياره وينقاس اختيار الشعب الموريتاني الشعب الموريتاني من هنا يصدي له شو يعرف عن اللي يلا له الحق وفي رشحات والله يكبر فيه كثير مواطن موريتاني لين يعود دي دور خير زين ينجح لي حد معناها انه متوطن ولا مواطن احنا اللامين يترشحنا رجال احنا عياو ترشحهم العشرين رجال وثلاثين وقابلها يترشح خمسين قاع والله يترشح فر يا غالي لا اللي يشبه واحد من وكثرية خلوه يسعد العمل واضح لكن استاذ سيدي هناك منطق مثلا يقول الرئيس محمد عبد العزيز في السلطة 8 سنوات 10 سنوات مأموريتين
يا سيدي كثر خيره يتوكل على الله ويجي الشعب الموريتاني ينتخب غيره. هو لما انتخب عمل معروف يعني الرجل بناء هو قايل ما سوى ضامن خارج حد من اللي يتوافقوا عليهم. اي مواطن موريتاني صالح؟ ما هو هو واحد من الموريتاني وصالح؟ ما هو لا لكن هو اعاقه مثلا الدستور، الدستور يا اخي الدستور ما هو قلت لك ذاك الان ما قد تشبر قاع ماندا؟ هي الماندا هو هي الماندا اللي في النص اللي هي في الحرب والراسه ما قد لكن هذا منطق استاذ سيدي، هذا منطق قد يقول قائل مثلا او احد المشاهدين ان سيدي ولد داهي نظرا لموقعه ونظرا لمقامه يقول هذا الكلام. لكن انا ما نقول ما هو شيء، انا ما نقول شيء سر، ما نقول ما هو شيء علن وشير عن. انا قلت عن رجاس انتخب لا بد ان يخلى له مده يشتغل فيه، ما يعود يحارب في الخارج والداخل ويحارب من احد ما يجبرش، حد ما يجبرش يا الله يعود يلحق مروته اللي يتغمبر عن الشارع ويترك عنه يخش وعنده حق يعرض عليه راسه ويقول له عنه ثغرة فيه. ما هو معقول. اسمع هو ما قط رجاش ما قط نجح هموني ثاني الراجل ما قامت العياطية رجع حينه ومشاهد الصرف شجيس القذافي شجيس فرنسا شجيس أمريكا شجيس السعودي شجيس الدنيا كان يمشوا الوهود على كل شيء وجيت تعايط وتخلي مادة تعايط وطبعا رسالة طبعا رئيس الجمهورية أقسم أمام الملأ على مأموريتين على مأموريتين بوضوح وبدون تأويل وبدون تلاعب بالألفاظ أو الكلمات. هذا القسم إذا فتحت مأمورية ثالثة من يتحمل كفارة هذا القسم؟ المنادين الناس اللي الناس اللي ما خدات وكملها يوزع على الشعب يوزع على الشعب المأموريتين هو الذي يسن القوانين لأن القانون يعدل من أجل مصلحة الشعب الموريتاني، والشعب الموريتاني هو اللي سن القوانين. من أين يظهر له اليوم أنا؟ إحنا كنا 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 في مرحلة قال مرحلة تخلف بجميع صوره بالأشكال السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إيش كان دور الشعب؟ دور هؤلاء مراد أربعة دور حد يداولهم ودور من كفاحه وجبان على جاي تبارك معه وتوه إلى عاد حلا لا هي حنزهم والله لا هي كفر لا اسمع لا هي الشعب الميتاني هو صاحب القرار هو اللي عدل القوانين والتوانا هم توحد من الميتان تبارك الله مطلع وليه رجاج ما تيجي بارك وليه رجاج ما تسوت سواء ذاك لماذا المعارضة تبت تدخل المعارضة بات تدخل الحوار خوه يخرج السجن وخوه منهم يخرج خوه منهم يسترشحوا على ولا يجبروا ما يجبروا بالتالي ولا يجبروا والدهم وبالتالي يختاروا تم دائما معارضين ولا مكيس عندهم غير منين يدخلوا الصبح الله نعلوها لا يكيل عندهم ينعرف وبالتالي هم يطرحون شروط تضمن لهم ان تكون مشاركه بحجم المحاضرات الشروط اللي طرحوها هي يعدل الشروط اللي يعدلوا الشروط اللي عدلوا ها وركات اللي الحوار اللي يخلو اللي نهارين والله لا ولا أعطي مجال ست أيام نفس الشروط اللي طارحة هي العدد الشروط اللي كانوا يقولوا الفقر محاربة الفقر وكذا وكذا هذا يعدلوا تعرف أنا الشعار مقبول عبد العزيز وتقنوا واضح. طيب لأن الوقت يداهمنا هذا السؤال طبعا أتوقع المشاهدين يريدون طرحه أستاذ عبد الله السلام سؤال فيما يخص العلاقه بين عبد الله السالم بن احمد هو وسيدي ولد داهي صداقتكم كم عمرها تقريبا؟ علاقه قديمه علاقه مبنيه على اساس مصلحه عامه لان العلاقه من انت تبني على المصلحه العامه لا تزول والمصلحه الخاصه تزول المتنع قاعد والله كيف تعرفت على سيدي ولد داهي؟ تعرفت عليه الحمد لله من مرن الثقله مرن الثقله اختلفتم واتفقتم في السياسة ما قد اختلف من اللي عنده من السياسة لا هو عنده احنا نعملوا كنا اختلفنا شوي زمن خمينا انا احمد داد يا غير مولي منين وهل لان انه اللي تبارك معاه هو انه الصواب وهذا عاد احمد داد هذا تتعلم القضية لان انا قلت
قد سولتني كساء قلت لك اني انا الله سولني واحدين قالوا لي كساء عني الناس تقول عني لا تحول بين الاحزاب قلت لهم اني ما تحزم شيء عني غير هو اللي في الشعب حزب الشعب هو اللي الحل انا هو والهياكل الحل وانا عايش فيه وحمل داده تميت معاه لين يعني نعود معه مع 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 عبد العزيز وعدت معه وعبيت له الناس وجاني وقال لي نمشي توني انا بيت اني انا ما ولا انا لا ما احمل داده ما شيء عني ولا مشعو عني انا اطرح سؤال على الاستاذ انا بدي انا نقول لك شيء ثاني قويه اخبار تكفارة كفارة قرأتك من هالشيء؟ لا قرأت من أولاد ما خليته ماضي واحد ودور ماضي أنت قاعد سيدي طرحك يختلف عن طرح الجميع أنت كأنه ولا ولا خليهم ما أنت ما لك حارة هو اللي ما قطنش بعد شين عند الخطة اللي ما حضر ما نفهم بعد أنا بعد ما استطيع حد انتخب حد على عام يخدي وفي لغاية ما قد تم الطارد إنه تقول لي أنت الماند بوهاد وهاد شيء أنا قاعد ما دخلت ما هو ما قط مخر ماند واحد محا يدي يصوع من الخارج ومن الداخل والعياط يرجع أيوة ثانية إحنا قاعد اللي يختار وقته ماند ما عرفنا منهم يقولوا هنا بهجة ولا اللي ما طمع أي واحد يترشح ما ترشح ما شرس هو ترشحته خلوا الناس تترشح كاملة قلت ولا ولأن لاهين قبل تينا بعد خلوا حد ينجح يتنفس بما هذه السنة واضح طبعا الجماعة في غرفة الإخراج يشور لي على الوقت انتهى إذا كان عندكم كلمة أخيرة أنا كلمة أخيرة لا نقول لك عن الشعب ما هو مزمن والله مجنون والله واقعي شفته ما هو عادي شفته أنه يتحاول أنه يتعاون ولا يستنى بذي بقى جاء السنة اللي سنه إنه ما رجع ينجح ما يخلى يستقر ما هو العاد يبغى الشعب كامل يلا يفتصل معه حد خاض يسوى شنو وإذا نعرفه دائما من الشاسر من يطلع واحد يقول أنا نعدوه لا ما يجي يخرج السياسة ولا هو يخرج والله طب استغفر الله كم كم ولا ما تجاه كلمة شاكركم تو على شاكرين ولا تعلم طالب المعارضة عنها ما تخيل أمال منابئين ما تخيل منابئين بأنها كلما جاءت فرصة لا أباو عنها لا هذا لا يودي أن يتبشيه الهيم المعارضة اللي كانت معها والدور تدخل في الصواب وبالتالي طالب منها موجهلة عنها تدخل في الحوار والسلام عليكم شديدكم انتهى وقت البرنامج أشكر ضيفي الكريم الأستاذ سيدي الداهي الوجيه والسياسي المعروف وكذلك السياسي المخضرم والمعروف عبد الله سالم بن أحمد شكرا لكم مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم.